مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره معكم من منطقه حمولة الرشيد بالضبط شارع النيل. وغادي ندخلوا هاد الاصدقاء ديال المسيره ثلاثه، المسيره واحد، مجموعه اربعه. غادي ندوروا زعما نشوفوا هاد، نديروا جوله كبيره اصدقاء والمناطق النقاط السوداء، المناطق اللي فيهم النقاط السوداء عفوا. فكرة هاد الحديقة اللي على اليمين سميتها غينيا، فهي فيها شي أمور خطيرة.